كوني امرأة قوية. في الحياة لا تحترم إلا المرأة القوية التي لا تكسرها التجارب الفاشلة وإنما تبنيها. كوني قوية بذاتك ولأجلك. كوني أنت حتى لو لم تعجبي أحدا فأنت أجمل حين تملكين الثقة بنفسك. كوني جميلة، أنيقة، متفائلة، ذكية، سعيدة ومميزة. انهضي ولا تتعثري. أحبي نفسك، دلليها. كوني لأجلك أنت ومميزة. انهضي ولا تتعثري. أحبي نفسك، دلليها. سلام زينات، سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. حبيت نرحب بكامل المشتركات الجدد اللي راهم ينضموا للقناة والمشتركات القدام اللي كانوا معايا من بداية القناة. نقول لكم ربي يخليكم وربي يحفظكم ويعطيكم كامل وش راكم متمنين. بون خياتي، اليوم جيت نشارككم روتيني المسائي. اسمحوا لي على بالي بلي طولت عليكم الغيبة، تقريبا اسبوع ما حطيت لكمش، مي الله غالب والله يا البنات، حكمني واحد الاكتئاب. نعجز باش نوض نصور لكم ولا نشارككم بروتيناتي. دونك حبوبات، ما تنساوش ديروا لي لايك قبل ما تفرجوا لا فيديو. على بالي بلي متابعاتي الاوفياء دائما يديروا لي لايك قبل ما يتفرجوا. ربي يحفظكم كامل حبيباتي. بون خياتي، كما شفتوني بديت لكم فيديو بهذيك المنظمه، هذه الخزانه البلاستيكيه. كنت كومونديتها من الفيسبوك. شوفوا خياتي، كي تحبوا اي حاجه تشرو اي حاجه، روحوا الفيسبوك الماركت بليس ودخلوا اكتبوا هذيك العفسه اللي راكم تحوسوا عليها، دير لكم غوشيرش ويخرج لكم بزاف اللي يبيعوا هذيك الحاجه. ومن بعد نتوما شوفوا البري ديالها، شوفوا واش راكم تحوسوا ولا لا كولور اللي راكم تحوسوها. المهم اي حاجه تجي في بالكم تقدروا تلقاوها وتقدروا تشروها، تلقاوها بعده اسعار وبزاف ناس يبيعوها. فوالا حبوبات، كانت عجبتني هذه الخزانه البلاستيكيه، كنت خيرتها في البلون بالكري، عجبتني بزاف. قلت نخبي فيها شويه ماء عن هذوك الماء اللي كنت نشريهم. كما انا مازال ما خدمتش كوزينتي، راني حيره ونحط الماعن. صراحه عجبتني وساعدتني بزاف بزاف. خبيت فيها تقريبا كامل الماعن اللي عندي. ومن بعد حبوبات، لهنا مع العشيه اليوم الصبيحه ما كنت درت حتى حاجه، طيبت برك فطورنا، افطرنا على خاطرش النهار اللي من قبل كنت درت كامل الشغل، مساحت. المهم كنت نقصت عليا بزاف عفايس. اليوم كي نط صباح ما كانش عندي خدمه بزاف. ومع العشيه عولت على السال دو بان كيما راكم تشوفوا، غير نط صليت العصر وقلت ولا غير ندير له غسله مع الزوج. كندوش كيما على بالكم، كندوشو السال دو بان كامل يضب لنا وهذيك المرايه ضبت. المهم خياتي، قلت سي لوكازيون باش نغسلو. غسلت له هذيك الجهه اللي ندوشو فيها، حكيت له الحيوط الله الله، وحكيت له هذيك الزجاجه نقيتها تري تري بيان، نشفتها وجيت لهنا لهاد الجهه اللي فيها لافابو. كيما راكم تشوفوا كنت مسحت المرايه من الفوق، مسحتها تان تري تري بيان، ونحيت كامل هذوك لي برودوي، مسحتهم ورجعتهم لبلاصتهم. ومن بعد غسلت لافابو كيما راكم تشوفوا، غسلتو بهذيك اللافات. هاد اللافات يا البنات بزاف هايله. انا عندي واحد ثلاثه ولا اربعه، وحده دايرتها للماعن، وحده لافابو، وحده نغسل بها زعما الحيوط. المهم كل وحده واش ندير بها. فوالا حبوبات، هذه هي النتيجه. مام هاد المنظمه اللي راني حاطه فيها الكوزميتيك كنت فرغتها ومسحتها، ومن بعد رجعت كامل الكوزميتيك كيما راكم تشوفوا. ومن بعد حبوبات، نشفت سال دو بان خليته حتى نشف لي، ومن بعد فرشت لي طابي. بالنسبه لي قولوا لي علاش راكي حاطه كامل هاد الكوزميتيك هكذا. نقول لكم حبوبات، انا ولا غنحب نحط كامل الكوزميتيك اللي عندي قدامي باش نتحفز نروح نستعمله ونوتيليزيه، باش ما يقعد ليش هكذا كيتبيري مالي ولا زعما نخبيه في لي تيغوار ما نشوفوش ولا نعجز نتجبدو. فوالا حبوبات، انا هادي هي طريقتي، نحب نحطو قدامي باش كي ندخل، غير ندخل للصال دو بان نمشط شعري ولا نغسل وجهي نلقاه قدامي، هكذا نتحفز ونعتني بنفسي كما دائما نوصيكم. فوالا حبوبات، مور ما كملت مع الصال دو بان جبت هاد المنظمه، قلت ولا غير ندير لها غسله. كما راكم تشوفوا غسلتها بالايزيس، كانت حالتها حاله، كانت مغبره. درت شويه ايزيس شويه خل وبديت نغسل فيها حتى تنقات لي كامل. ومن بعد لهنا جيت نشفها، جوزت عليها تويلق كما راكم تشوفوا، نمسحها ونغسلو في الماء ومن بعد نعاود نمسحها
حتى كملت كامل. في الاول بديت نمسحها هكذا وهي مغلوقه، ومن بعد قلت عليه ما نحيش كامل لي تيغواغ باش نخدم الاز، حطيتهم كامل في الارض وبديت نمسحهم. مسحت لها هاد لي زيطاجير ديالها، المهم حبوبات كيما راكم تشوفوا. ومن بعد باش عاودت رجعت لها كامل لي تيغواغ دوك تشوفوا معايا. ومن بعد خليتها نشفت وفي الليل كامل جبت كامل الماعن اللي كنت شاركتكم بهم. ارجعوا الفيديوهات اللي فاتوا تلقاو كامل الماعن اللي كنت نشريهم. كما على بالكم دائما نشارككم باي حاجه نشريها. صراحه يا البنات عجبتني ورفدتهم لي كامل والله غير بزاف هايله وما شاء الله. كما على بالكم هاد المنظمات تقدروا تستعملوهم لكل حاجه، تحبوا ديروا فيهم حوايج ولادكم اللي يكونوا زياده، ولا تاني تقدروا تخبوا فيهم الكتابات كي يكون ولادكم يقراو. المهم تنظموا فيهم واش حبيتوا. حبيت نهضر في موضوع بزاف مهم اقترحتو عليا مشتركه في لي كومونتير. شوفوا حبوبات دائما خلوا لي اقتراحاتكم والمواضيع اللي راكم حابين نهضروا فيهم، وانا كل خطره ناخذ موضوع ونهضروا فيه. واش قالت لي هذه المشتركه؟ قالت لي باللي دائما ندير في بالي هكذا مشاريع نحب نبدا فيهم، ولا نحب زعما ناخذ التحفيز من افراد الاسره ديالي، مي انا كي نروح نقترح عليهم هذاك المشروع ونروح نشاورهم باش ناخذ رايهم دائما يهبطوا لي المورال. فانا تجيني هذيك الطاقه السلبيه اللي زرعوها فيا، نتراجع وما نبداش في هذاك المشروع ونتفنين ونعجز. دونك حبوبات شوفوا انا نعطي لها رايي، وانتم تاني تخلوا لها اقتراحاتكم والنصائح ديالكم في لي كومونتير. لان حبوبات راني نشارككم في العشاء اللي كنت درتو، تبعوا معايا الفيديو دوك تشوفوا واش كنت درت. دونك حبوبات شوفوا اول حاجه ننصحكم بها، اي وحده حابه تبدا مشروع ولا حابه دير كاش حاجه لازم دائما تسبقوا في الجانب الديني. كيفاش في الجانب الديني؟ لازم دائما سيو كيفاش حافظوا على صلاه الصبح وصلاه الفجر في وقتها. كي تحافظوا على صلاتكم في وقتها اول حاجه راح تكسبوها هي الاجر تاع الصلاه والاجر تاع كي صليتوها في وقتها. وثاني تراكم راح تتعلموا الانضباط، كيفاش تتعلموا الانضباط. شوفوا حبوبات كي تنوضوا تصلوا صلاه الصبح ولا الفجر في وقتها، كي تنوضوا زعما 3:30 عقلكم دائما راهو راح يتبرمج باش ينوض يصليها في وقتها. راح تولي عندكم هذيك العاده تاع الانضباط. كي يلحق وقت اي صلاه ماشي زعما تقعدي تفرجي ولا تقعدي تكونيكتي ولا تقعدي ديري في شغلك، اوتوماتيكمون نفسك ولا جسمك ولا ضميرك راح يخليك تنوضي باش تروحي تصلي صلاتك. دونك حبوبات راح ترجع عندك واحد العاده تكتسبيها كي تواظبي على صلاتك، واللي هي تقضي على كامل هذاك التفنين اللي يكون شادك. ثاني حاجه لازم ديريها هي لازم تخلي هذا المشروع ولا هذه الحاجه اللي راكي حابه ديريها بينك وبين نفسك. واذا قلتي لكش واحد قولي ليماك ولا لباباك الاقرب الاقربون اللي راهم رايحين يشجعوك وما راهمش رايحين يهبطوا لك المورال. يا ما سمعنا حكايات تاع وحده ولا واحد حبوا يبداو فيه مشروع وراحوا حكاو الاقرب المقربين ليهم، كيما صاحبو ولا صاحبتها ولا بنت عمك ولا بنت خالك، وراحوا سرقوا لهم المشروع ديالهم وطبقوه على ارض الواقع. على خاطرش كاين بزاف ناس يروحوا يصارحوا ناس قرب ليهم بالمشاريع اللي راهم حابين يديروهم، فهذوك الناس يروحوا يسرقوا لهم المشاريع ديالهم ويطبقوهم. نتوما احلموا وناس واحد اخرين يجوا يلقاو كل حاجه على الواجد، يلقاو التخطيط يلقاو كلش. دونك حبوبات خلو كل حاجه في سريه تامه حتى يشوفوكم درتو هذاك المشروع ولا دخلتو في هذيك الحاجه اللي راكم حابين تدخلوا ليها. دونك قولوا لي بلي كاين بزاف اللي يعانوا من مشكل تاني زعما اللي يحكوا الاقرب المقربين ليهم كما يماك ولا باباك ولا اخوك ولا اختك في الدار، هو ما راحين يهبطوا لكم المورال. شوفوا حبوبات مهما تلقاو الصعاب من الاقربين ديالكم سيو كيفاش تعلموا فن التجاهل، تجاهلوا هذوك كامل الكلام السلبي، هذوك التعليقات السلبيين اللي يجوا من عندهم تاع ما تنجحيش ما تبداش راكي حتخسري منا ما على باليش. المهم نتوما تعلموا كيفاش تتجاهلوا كامل هذه الهضره السلبيه اللي تهبط لكم المورال. ولازم تكون عندكم شخصية قوية وفن الرد، لازم تكونوا تعرفوا كيفاش تريبونديو على هاد الناس اللي
يسيو كيفاش يحطموكم قبل ما تبداو. شوفي حبيبتي اذا كانت عندك شخصيه ضعيفه ولا كنتي تحشمي، ولا ادخلي لليوتيوب وشوفي لي فيديو تاع كيفاش طوري من ذاتك وكيفاش طوري من شخصيتك. وتاني تلقاو لي فيديو تاع فن الرد، تتعلموا كيفاش تكون عندكم، كيفاش تقدروا تريبونديو على هاد الناس اللي طفلوا عليكم. فوالا حبوبات. وتاني كاين لي فيديو كيفاش تبنوا شخصيتكم وكيفاش تولي عندكم كاريزما. اي حاجه تحبوا تتعلموها ولا تحبوا تكتسبوها، سيو كيفاش شوفوا لي فيديو تاعها. وتاني تدربوا في الدار ولا مع خوتكم، ولا المهم تعلموا كيفاش تجاوبوا. والنصيحه الثالثه وهي نقطه بزاف مهمه، شوفي حبيبتي لازم هذا المشروع اللي راكي رايحه تبداي فيه يكون على حساب الوضع اللي راكي فيه. اذا كنتي ما كتاب البيت، شوفي كيفاش ديري مشروع يخرج على الوضعيه اللي راكي فيها. واذا كنتي تخرجي ولا حبيتي تخدمي برا، ولا تاني شوفي المشروع اللي يخرج عليك. وتنحبوا بات هذا المشروع كي تبداو فيه لازم تكرسوا كامل الوقت ديالكم، ما تضيعوا حتى دقيقه، ما تقعدي تفرجي في التليفون، ما تقعدي تهضري في الفيد هكذا كبرت تقصري بلا فايده. لازم تكرسي وقتك للتخطيط باش تنجحي في هذا المشروع اللي بديتي فيه. لازم تحطيه بين عينيك، ترقدي به وتنوضي به. كما على بالكم كي نبداو اي مشروع نتعبوا فيه مع الاول، ومن بعد كي ينجح لنا ولكن نبداو زعما هكذا نافونسيو فيه، ينقص لنا هذاك الضغط، ما يقعدناش الضغط كما في الاول. شوفي حبيبتي اذا راكي حابه تبداي في مشروع غير نوضي اجري على عمرك. كما على بالكم حنا رانا نكبروا والوقت راهو يجري، غمضي عينيك افتحيهم تلقاي العام جاز، العامين جازوا، 3 سنين. كي تشوفي وحده بدات معاك في نفس الوقت انت راكي قاعده وهي تشوفيها بدات، من على 5 سنين تلقايها وصلت لوين راهي حابه، وانت تلقاي روحك قاعده في نفس النقطه اللي راكي فيها. دونك حبيبتي تشجعي وبداي مشروعك ولا الحاجه اللي راكي حابه تبداي بيها. شوفي برك الناس يكونوا في نفس المستوى ديالك، ولا ناس اللي تقدري تستفادي منهم، ماشي ناس اللي يحوسوا يدمروك ولا يهبطوا لك المورال ديالك. والله هي البنات غير نعرف ناس هكذا قالي في عمرهم 30 سنه 40 سنه تلقايهم ما يصلوش. مي كيما على بالكم ما راكمش شروطار تقدروا تبداو صلاتكم. ربي سبحانه كيما على بالكم غفور رحيم. كي تبداي صلاتك تبداي تواظبي عليها وتبداي تحافظي عليها، ربي سبحانه راح يوفقك ويغفر لك، وربي ان شاء الله يوفقنا كامل باش نشدو في صلاتنا. كيما على بالكم هي عماد الدين، والله هي البنات كي تنوضوا تصلوا صلاه الصبح في وقتها وتفتحوا هذيك الطاقه وتتنفسوا هذاك الهواء النقي. كيما على بالكم الهواء تاع الصباح يكون نقي خالي من الامراض، خالي من التلوثات. كي يدخل هكذا في الرئتين ديالكم تحسوا له هذيك النسمه ديالو كيفاش كي تدخل في الرئتين ديالكم. فوالا حبوبات ان شاء الله ربي يثبتنا على طاعه الوالدين ويثبتنا على الدين الاسلام ان شاء الله. كما شفتوا خياتي درت عشاء خفيف ظريف، صراحه هذا العشاء يعجبني بزاف كي نديرو، مام زوجي عجبو بزاف كي ندير له الرز بهذه الطريقه. جربوه وردوا لي بالخبر، شاهدكم في الجنه حبيباتي اسمحوا لي. وحبيت نقدم ديديكاس لفردوس من جيجل، نقول لك حبيبتي اسمحي لي نسيت ما درتلكش ديديكاس في الفيديو اللي فات، واللي خلاو لي ديديكاس في الفيديو اللي فات. ان شاء الله حبيباتي في الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم. فوالا حبوبات العشيه مور ما اعتنيت بمحمد، درت له روتين المسائي، مور ما كملت ثاني غسلت الماعن. كما دائما نوصيكم اغسلوا الماعن في الليل اذا قدرتوا، واذا كنتي مريضه معليش، مي اذا كنتي لاباس بك اغسليهم. صراحه انا نكره كي نوض الصباح ونلقاهم هكذاك قدامي يهبطوا لي المورال، على بها نحب دائما نغسلهم في الليل ونخلي الحاله نقيه. الله الله. لهنا حبوبات كما شفتوني درت دوش خفيف ظريف، كما على بالكم في الليل قبل ما نرقدو مليحه كنديرو هكذا دوش خفيف ظريف مالغري ما تغسليش شعرك. المهم ديري دوش غسلي غير الجسم ديالك، ولا اذا ما قدرتيش تدوشي طرفي اغسلي طرفك يا لو كان بصابون حجره، وروحي لبسي فيها حاجه للزوج ديالك. كيما على بالكم النهار كامل وانتي مع الشغل هو مع الخدمه، اموا في الليل كيتلاقاو تلاقاو بهندام شباب. كيما على بالكم الراجل يشوف برا كل حاجه، سي كيفاش انتي تاني تلبسي له
البسي حاجه تكون هكذا شابه، حاجه تكون مختلفه، ماشي دائما تلبسي لي نويزات ولا تلبسي لي ديزابيي. من داك لبسي شورت، من داك سروال معكاش حاجه شابه من الفوق، من داك لبسي لوروبا، من داك جبه شابه هكا حاجه شابه. المهم انتي تعرفي وشنو هو الذوق ديالك، وكل خطره نوعي. وبلا ما ننساو لي ساكسسوار اللي يزيدو نصف المراه، زيدو هكذا قطعه او قطعتين مع هذيك اللبسه اللي تلبسوها، راح تعطيكم تاني اضافه شابه. كما شفتوني كنت لبست هاد لاغوب جايه بزاف شابه يا البنات، تجي سورتاي. جبتها معايا في جهازي، ومام هاد لي ساكسسوار كامل اللي شفتوهم جبتهم معايا في جهازي. كنت حابه ندير الفرني مي والله غير عجزت. عفاكم يا البنات ندير كلش، كي نلحق للفرني نعجز نديرو، ما نحبش كي نديرو من بعد نص الصباح نصلي نعجز باش نحيه.